السلام عليكم ورحمه الله. طبعا تشوفون هذا هو شيء منظم من عندنا الغاز الذكي حق اللي هو بالساعه المنظم الامن. لاحظ هنا عندك انه الان هو على احمر، يعني كانه الانبوبه فاضيه ودبه الغاز فاضيه. تمام؟ احنا الان شابكينه، ما احنا شابكين معاه اللي هو حق الغاز زي ما تشوفون عندكم هنا او زي ما تلاحظون وكذا. الان راح نشوف اول شيء، شوف عندكم هنا المؤشر حق الامان، تضغط عليه زي كذا وتحول، ايوه تضغط حاول انك تشغله. شوف الان اشتغل، لكن لو تلاحظ ما في غاز نهائيا الان. شوف حتى تشوف ضغط الغاز هنا كانه خربان، ما في اي غاز نهائيا الان. اشبك اللي انا محمد الان حشبك اللي، شوف تمام. نوصل عند النقطة اللي عليها أسئلة كثيرة من قبلكم، اللي هي كيف راح نشغل الآن الأسطوانة. شوف الآن كأنها فاضية ما هي شغالة. ابدأ محمد بلا شغل لنا إياها. نضغط مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، شفتوا تحول المؤشر عندكم هنا من اللي هو الأحمر اللي هو اللي كأنه فاضي إلى الفل، لأنه هي فعلا أسطوانة جديدة. وشوف عندكم الغاز فل دحين، يعني دحين الآن شغال منظم بشكل بصورة سليمة، المنظم يعمل الان بصوره سليمه. طيب الان راح نوصل للخطوه الثانيه والمرحله الثانيه، وهي ايش؟ التحكم في الضغط حق الغاز. لو تلاحظون هنا عندكم فوق ابو محمد بالله، شوف هنا 20، يعني لما توديها ناحيه اليسار ناحيه السهم، انت ركز على السهم، هنا عندك الرقم وهنا السهم، كذا يعني انت بتخفض الضغط الين توصل لاخر شيء اللي هو ال 20. جميل جدا. وبعدين عندك الناحيه الثانيه في السهم، هنا عندك اهي 90 ملي بار زي ما تشوفها، والسهم حقه رايح الناحيه الثانيه، يعني لما تسوي بالطريقه هذه على السهم اللي حق 90 انت قاعد ترفع الضغط الى ان تصل الى منتهى يكون 90. تمام؟ الان احنا اول شيء حنسويه حنخفض الضغط، جميل جدا، الى ال 20، يعني الين اخر شيء في ال 20، نخفض الضغط كذا نحول، خلاص كذا الان عندنا وصل ال 20. تمام؟ خلاص كذا الان في ال 20، لانه خلاص انتهت البكره نهائيا في الدوران، فوصلنا ل 20. احنا الان حنوقف وحنشغل الفرن ونوريكم ونجرب. الان في المرحله تشغيل الفرن، شوف الحين مشغلينه، هذا طبعا على الضغط المنخفض، على يعني على اخفض ضغط عندنا موجود. اهو مثل ما تشوفون هذه اخر واحده، شفتوها كيف؟ ما دام انه النار او اللهب ازرق تمام، فانتوا الامور عندكم طيبه، بس انت سامع يعني تسمع صوت هذا الغاز انه كانه العين فيها شويه ضعف، ممكن تحتاج انك ترفع ضغط الغاز. الان نرفع ضغط الغاز، ارفع ضغط الغاز ابو محمد. شوف حيبدا يشوف جهه ال 90 ويبدا يرفع. لاحظ الان مع الرفع هو الان قاعد يدور على خفيف، لاحظ الان مع الرفع ايش اللي ممكن يصير معانا. سمعتوا؟ اهو بدا يزيد صوت الغاز. شفتوا؟ الان كانها تقوت ليش؟ العيون تقوت شوي، خلاص وقف هنا نثبت على هذا، خلاص هذا معناته انه كذا ما شاء الله تبارك الله الضغط حق الغاز مناسب جدا للعيون. اول شيء عندك اللهب، جميع اللهب حق الغاز حق الفرن كلها لونها ازرق، فمعناته ان شاء الله ما عاد حتجيك مشكله تسويد القدور او مشكله تلف الماما في المستقبل. ثاني شيء ارتفع صوت الغاز، صوت اللهب ما ادري كان هو واضح عندي في التسجيل وغير واضح، الان ارتفع، فلما يرتفع صوت الغاز او صوت اللهب معناته ان النار كذا صارت اقوى او اللهب صار اقوى. خلاص وصلنا للمرحلة هذه، إذا نثبت هذا على نفس المعيار اللي موجود عندنا هنا، خلاص تصير كذا مناسب. لكن انك تخليها مثلا لو رفعناها على شيء ترى ممكن يعني لا سمح الله اذا كان الفرن ما يتحمل الرفع العالي ممكن تصير عليك مشاكل انها تطفي او يصير شيء. دحين احنا الان نشوفها على اخفض شيء وكذا، سمعت على شوف بدات النار تصفر كذا معناته الضغط حقها ايش؟ ارتفع عالي شوي، فنرجع احنا نخفض الى ما تزول. بالطريقه هذه احنا نعتبر قاعدين نوازن الساعه حق الغاز ونعطيها العيار اللي يناسب الفرن، بحيث انه ما ياذينا اللهب وفي نفس الوقت ما ياذي الفرن اللهب، ما ياذينا احنا من ناحيه انه القدر يسود يحتاج له تنظيف، وما ياذي الفرن من ناحيه انه يخرب عليك الماما مع الوقت بسبب قوه ضغط الغاز. هذا بس اللي حبينا نوضحه في اللي. طيب لو الان شوف العيون كلها شغاله اربعه، افصل اللي كذا فجاه، جاء واحد من الاطفال عندكم لا سمح الله وفصل اللي مثلا، افصل اللي فجاه. شوف هذا الحين بيفصل اللي الان، ركزوا معه، فصل اللي، لاحظوا جميع العيون كلها انطفت مجرد انخفض الغاز، وفي نفس الوقت برضه لاحظوا عندنا هنا الصمام، شوفوا الاشاره طلعت على فين؟ على فوق، كانه خلاص يعني هو فصل تماما، شوف حتى ما اعطاك العيار حق الغاز.
الحين حنرجع نشبكها مره ثانيه، بس خلينا نفصل نطفي شو اسمه الفرن كامل. ايوه خلاص، شوف الحين راح نرجع نشبكها مره ثانيه عشان تفعلها. الان صارت المشكله معك الان انفصل، فواحد من الاطفال جاء وشيء زي كذا، ولا لا سمح الله انقطع، وهذا من مجرد انه ينخف ضغط الغاز تفصل. طيب الان نبغى نفعلها مره ثانيه، دقيقه لاحظ هي، شوف المؤشر فين الان؟ في الاحمر. هيا فعلها الان يا ابو محمد، وشوفها خلاص من اول ضغطه زي ما تشوفها كذا واضحه عندك، تفعل اخضر كذا، رجع اشتغل الغاز مره ثانيه. اتمنى احنا نكون يعني وفقنا احنا نوصل الصوره، نوضح الصوره كثير للمتابعين والمستخدمين. وهذه هي المشكله احنا نقول عليها، انه ايش؟ اذا ما انت عارف تتحكم بالبكره عشان توزن الغاز عندك، ويكون الغاز عندك لهب وازرق ومضبوط، فينصح انك تاخذ الضغط الغاز الثابت، لا تاخذ هذا المتغير اللي هو من 20 الى 90. وشكرا.